اهلا بكم في نشرة اخبار العصفورة من قناة الشرق. هكون معاكم انا العصفورة المتألقة كوكي، وانا العصفور المشهور بلبل. وزير التموين يدعو المواطنين بعدم التكالب على الشراء. كل الناس تطمئن، جميع السلع متوفرة والمخزونات آمنة. هاو حلاوتك يا مسلحي، واحنا يا سيدي بنطمنك ان احنا ما بقاش معنا فلوس اصلا عشان نشتريها. بيقولك يا سيدي تم العثور على 25 حمار مسلوخ ومنزوع الكبد في محافظة الغربية، ايه رأيك بقى يا سي بولبول؟ عادي يا كوكي، اكيد بيتعمل عليهم ابحاث. ابحاث من اللي بتتعمل في المطاعم. ما تخافيش، لو مش حمير هدينا بناكلها، ولو حمير هدينا مش معانا فلوس اصلا نشتريها. احلى حاجة في الكبدة يا واد يا بولبول الغموض، بتاكل وانت مش عارف هو ايه نوع الحيوان. بس يا ستي انا عندي الحل، لو خايفة من الحمير احب اقولك ان حزب حماة الوطن استورد عجول من تشات وهيبيع لنا الكيلو ب145 جنيه بس. هو ايه اصله ده؟ هو في حزب برضو يستورد لحمة؟ وهو احنا من امتى بنسأل الاسئلة دي؟ مشيرة خطاب بتقول ان عبد الفتاح السيسي مؤمن تماما بحقوق الانسان. هاي حقوق وانسان؟ طيب انا الانسان فين بقى الحقوق؟ من عينيا يا روحي، لما تشرفي في ابو زعبل هتشوفي كل نفسك فيه. طب اسمعي بقى الانجاز ده، نجحت قوتنا الباسلة في الهيئة العربية للتصنيع من انتاج محبس البوتاجاز المصري بصناعة مصرية بنسبة 90%. هاي والله وعملوها الرجالة، عقبال الخرطوم وجلدة الأنبوبة. انت بتشتغلني ولا ايه يا بلبل؟ هو ده انجاز ده برضو؟ فينك يا دكتور عبد العاطي كفتة؟ كان زمانك جيت وعرفتهم الانجازات والاختراعات اللي بجد. قرار جمهوري بنقل 100% من اسهم الشركة القابضة للتأمين الى صندوق مصر السيادي، ضربة معلم دي يا ريس. برافو، وقريبا هنسمع طرح الشركة القابضة للتأمين للاستحواذ وبلاها تأمين. هو يعني هيعمل ايه التأمين في وطن ضايع؟ شكلك انت اللي هتضيعينا يوم لسان طويل. الله، هو انا عملت ايه يعني يا بلبل؟ خلاص ربنا يكتر من صناديقكم، ومصر كانت هتبقى قد الدنيا، دلوقتي يا سيدي بقت قد صندوق الدنيا. طب اسمعي الخبر ده عشان تعرفي انك مفترية. الحكومة تعلن عن صرف مكافأة 1000 جنيه لكل سيدة تخلف طفلين بس. ياس، تسلم القيادة والحكومة. بس هاخد الفلوس دي امتى يا بولبول؟ لما يبقى عندك 45 سنة، عشان ما يكونش عندك امل ولا نفس تخلف لنا تاني. الحمد لله، كده فاضل لي 15 سنة ولما اروح اخد المكافأة هيكون قلب الجبنة بقى بألف جنيه. امال، خطة في منتهى الذكاء. وخليكم دايما فاكرين اخبارنا كتير وما بتنتهيش، والفرجة علينا ما تتنسيش. شكرا لحبايبنا المشاهدين، واستنونا في حلقة جديدة من نشرة اخبار العصفورة على قناة الشرق.